في إطار مكافحة الجريمة المنظمة واستغلال المعلومات وردت إلى قوات الشرطة بأمن دائرة العقلة أمن الولاية تبسم مفادها قيام مجموعة إجرامية بعملية نقل وتهريب آثار وممتلكات أثرية باشرت ذات المصالح التحقيق، وبعد نصب كمين محكم تم توقيف 3 أشخاص. بعد التنسيق مع السيد وكيل الجمهورية تم فتح تحقيق معمق مع المجموعة أين تم استرجاع 50 قطعة أثرية تعود إلى الحقبة الرومانية. التحقيق مستمر مع هذه المجموعة لتقديمها أمام الجهات القضائية المختصة.